متابعينا الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مؤخرا عدة صفحات وكذلك عدة قنوات على اليوتيوب قالت على أن المقاتل المغربي بادر هاري سيعود من بوابة مايك جيم، فلهذا قررنا أن نجيبكم إن شاء الله في هذا الفيديو، وكذلك قررنا أن نتواصل مع المدرب مايك، وهذا ما ستعرفونه إن شاء الله في هذا الفيديو. لكن قبل كل هذا أتمنى لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر دائما في نشر كل جديد. Back at the gym, working with the best of the best. If he beats me, he can go f*** himself. I'm gonna knock him out. I'm... بادر هاري وجمال بن صديق في نادي مايك جيم تحت قيادة أسطورة المدربين الهولندي مايك بيسينير، حسب عدة مصادر في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. بادر هاري يريد العودة من بعيد بعدما فكر في الاعتزال بعد خسارته الأخيرة ضد أليستر أوفريم الهولندي المعروف بتناوله للمواد المحظورة، والتي تحدثنا عنها في فيديو تفصيلي سابق. بادر هاري دون على حسابه الرسمي بعبارة تقول نحن الأسود، ونشر صورة له في التدريب في هولندا، وكأنه يقول للعالم أنا عائد وبقوة، لم تنتهي بعد أسطورتي ولن تنتهي بتلك الهزائم المتتالية. هل فعلا سيعود بادر هاري إلى أحضان مدربه السابق الهولندي مايك بيسينير؟ وهل سيتدرب رفقة الجالوت المغربي جمال بن صديق؟ هذا السؤال وجهناه مباشرة للمدرب مايك من أجل التأكد وعدم نشر المغالطات، وكانت الإجابة مختصرة في جملة واحدة تحمل في طياتها الكثير من التحفظ والاحترافية. الأيام القليلة القادمة هي من سيجيب عن هذا السؤال. هكذا كان جواب مايك مدرب جمال بن صديق الحالي والمدرب السابق القديم الذي ممكن أن يكون القديم الجديد للبطل المغربي بادر هاري. وهذا يعني أن كل ما قيل في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها مجرد كلام لحد الآن. إن كنتم من محبي الرياضات القتالية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.